من العيادة مع الدكتور عائض القحطاني. من العيادة، أهلا بكم، أنا الدكتور عائض القحطاني، ورح نتكلم اليوم على موضوع شائع وكثير في المجتمع، وهو الارتجاع المريئي أو حموضة المريء، أو اللي يسمونه المر، أو يعني حرقان حركة الصدر، والأشياء هذه كلها نفس المسميات. معناته إيش؟ إن عندك حمض المعدة، الحمض اللي موجود في المعدة اللي تفرزه المعدة، بيطلع فوق وبيحرق لك الغشاء المبطن للمريء، فبتحس إنه الصدر يوجعك، المريء يوجعك، في تقلصات في المريء. وأحياناً هذا الارتجاع بيتكرر معك، أعراضه إنه يجيك حموضة، حرارة في معدة في صدرك، وتحس ب يعني حرقان في الصدر، يعني في المريء تحس جوه يعني. وأحياناً يزيد مع الأكل، وأحياناً يزيد مع القهوة، وأحياناً يزيد مع الشاي، وأحياناً الناس اللي يدخنون وشيشون بيزيد معاهم. ويعني يتكرر، إذا متكرر بشكل على مدى بعيد قد يؤثر لا سمح الله في المريء، لأنه يحرق الغشاء المبطن للمريء ويخليه ملتهب، وأحياناً يصير فيه تقرحات، وأحياناً تتغير نوع الخلايا فيه. ولهذا لا تهملوا حركان المريء إذا هو متكرر. للأسف أنه المجتمع بشكل عام تقريباً 20% من الناس، في دراسات أجريت خاصة في الأمريكا، وجدوا 20% من الناس عندهم ارتجاع مريئي، وأكثر من 50-60% مروا بحموضة معينة عابرة، يعني مرة مرتين ثلاث، مثلاً مرة في الشهر مرة، المهم أنهم عندهم أعراض بس أنها مش متكررة بشكل يومي، بينما 20 عندهم أعراض مستمرة ولازم يأخذون علاج لها. وجدوا أنه في 65 مليون وصفة سنوياً للناس علشان الارتجاع، علشان تعالج الارتجاع، فهو فعلاً شائع بشكل كبير. إيش أسبابه؟ ليش يصير عندنا ارتجاع؟ جزء رئيسي هو أن السمنة أحد الأسباب، فيجب أنه الواحد يسأل نفسه، هل هذا الارتجاع كان معي من زمان؟ أو أنه لما زاد وزني صار معي؟ فربما يكون السمنة سبب. ليش؟ لأنها تضغط على البطن. إيش فكرة الارتجاع؟ عندك معدة وعندك مريء متوصل فيها، وفي صمام بينهم، الصمام هذا مفروض أنه ما يسمح بالحموضة اللي جوا المعدة تطلع فوق، صمام اتجاه واحد ينزل خلاص. اللي حاصل أنه الصمام هذا ضعيف أو ما يقاوم أي ضغط عليه، لما تضغط على المعدة أنت بتطلع الحمض فوق فما يقاومه الصمام هذا، أو العضلات تبع عنق المعدة، هذه يسمونها فتق عنق المريء أو فتق المعدة، أحد الأسباب أيضا أنها تكون رخوة، فالعضلة رخوة والمريء الصمام هذا ضعيف والحموضة اللي جوا المعدة بتطلع فوق، هذا طبيعته الترجيع أو الحموضة. يعني الأسبابه أنه في ضغط معين من السمنة والدهون على البطن، وأحد الأسباب الأخرى كما قلنا أنه في فتق في الحجاب الحاجز، ضعف في العضلات هذه، وأحد الأسباب أنه في الأدوية والتدخين والشيشة والمشروبات الغازية أيضا تسبب هالمشكلة. طيب كيف نتعامل معه؟ أولا شخصه، هذا مهم جدا، شخصه بالأعراض، نسأل المريض أنت عندك إيش، متى بدأ، كيف بدأ، ما هي المسببات، وهل هو بعض الناس تجده لما ينام يصحى من المساء في الصباح يكح وعنده اختناق مثلا، أو عنده بحة في الصوت، وهذا أيضا سبب المريء. حين بعض الناس اللي عندهم حساسية الصدر الربو يزيد عليهم لأن عندهم ارتجاع، فالحموضة هذه اللي بتطلع من المعدة بتروح المريء، وبتروح ايضا يبلعها الواحد في الرئه او تنزل على جدار الرئه او داخل الرئه، ويحس تماما فيها بزياده الحساسيه الصدر وبحه الصوت. هذه احد اعراض الارتجاع المريء لما يكون شديد، لما يكون خفيف تحس بحرقان دائما لما تاكل لما تشرب زي كذا. فلهذا لازم نشخصه، اولا شخصه بالقصه المرضيه، نشخصه باشعه، ونشخصه بتشخيص بالمنظار، وأحياناً نعمل قراءة بكاميرا أو نعمل قراءة ببعض الأنابيب اللي ندخلها في الفم. عندما نشخصه خلاص نجد العلاج. علاج نبدأ في العلاج الأول، علاج اللي هو طبي، نعطي أدوية تقلل حموضة المعدة، أدوية تنظف المريء تخلي المريء يتحرك بسرعة علشان ما يجلس فيه الحموضة بشكل كبير، وإذا في أسباب نعالجها، والله أسباب تشريحية، أسباب فتق عنق المعدة، والسمنة عام الرئيسي نتخلص من الوزن، تجد تنزل 10 كيلو ما شاء الله يخف الارتجاع عندك بشكل كبير إذا السمنة هي السبب الرئيسي، وإذا راحت السمنة يروح الارتجاع إن شاء الله، سواء بجراحات أو غيرها بإذن الله.
ونتمنى إن شاء الله أن تكون الأمور استفدتوا من هالمعلومة. ولكل شيء علاج. الآن بالتقدم الحديث في علاج بالمنظار ندخل ونضيق عنق المريء بحيث أنه ما يخلي الارتجاع، وهي علاج متقدم جدا وناجح جدا إن شاء الله. تحياتي لكم. للمزيد تابعوا حسابات الدكتور عايض القحطاني على مواقع التواصل الاجتماعي.